8 9 up. الرقبي هي 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 ماشيه بصوره نوعا ما مرضيه، صح مش بالوتيره اللي احنا نبوها بس مرضيه نوعا ما. طبعا بحطه في اعتبارنا الظروف العامه للبلاد، وفي نفس الوقت عندنا الامكانيات، برضه الامكانيات عندنا محدوده، بس مع قله الامكانيات ومع وجود برضه ظروف معروفه في البلاد عشان تمر، وصلنا لمستوى زي هذا بالنسبة كلاعبين وكتدريب، أعتقد أنه حاجة كويسة. الملاعب اللي نحن انتمرنا فيه ملاعب ما تحملش مواصفات لعبة الرجبي، بس هي هذه متوفرة عندنا، فنحاول نكيف أنفسنا ونكيف التدريب مع ما يتمشى عندنا من ملاعب. ممكن هذه كانت الصعوبة الوحيدة، بس كمعدات كلاعبين ما عندناش مشكلة، بس المشكلة في أرضية الملاعب بس. حاليا تو نصفوا منتخب بنغازي، قاعدين نصفوا وتو حاليا مرحلة أولى، مرحلة الأولى هي تو نصفوا منها، طبعا في مرحلة ثانية حتى هي نصفوا يعني بعد فترة يعني بعد أسبوعين، والمرحلة الثالثة اللي هي نصفوا بين بنغازي وطرابلس اللي هو يطلع منها منتخب ليبيا، لاعب نادي ركب يعني منتخب ليبيا كله يعني. نحن كلاعبين يعني نحن صعوبات ما فيش يعني كل حاجه ان شاء الله 100 100. الصعوبه الوحيده اللي واجهتنا نقدر نقول الملعب، طبعا الملعب نحن ملعب ما فيش، وناخذه كل مره من نادي، مره ناخذه من جامعه العرب الطبيه، مره ناخذه من نادي الاهلي، مره كل مره في مكان، ومره تمارنوا على البحر، يعني الصعوبه الوحيده اللي واجهتنا هو الملعب بس، لكن كتجهيزات وكمدربين كاداره كهني كله يعني ما شاء الله. أول ما تجيب شعرك مشروع عندك ولا راضي لك؟ حطينا أهدافنا إن نحن نستخدم الرياضة كوسيلة لاستخدام أو بعد الشباب عن ثقافة الجريمة، وأنت تعرف أهمية ودور الرياضة إن هي تبعد الشاب عن الفراغ اللي هو يكون موجود فيه وتدخله في قالب الرياضة بصفة عامة. الحمد لله يعني الشيء الكبير اللي نحن الآن نشتغلوا عليه هو إن نحن حندير إن شاء الله أول ملعب في تاريخ لعبة الرجبي إن شاء الله حيكون في مدينة بنغازي إن شاء الله، يعني باشرين في التنفيذ متاعه بإذن الله، وكلها بإذن الله شهور بإذن الله، ويكون إنشاء أول ملعب رجبي يكون في تاريخ اللعبة، وحنستضيف فيه بإذن الله البطولة العربية في إن شاء الله في الملعب هذا، وحنديروا العديد من البطولات سواء كان محلية ودولية.